هذه الزيارة الملكية إلى البلدان الإفريقية تندرج في سياق استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز تعاون جنوب جنوب. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا الآن في الاستوديو الزميلة صفية هيداني. مساء الخير صفية. مساء الخير عبد الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام. صفية، بداية، ما هي أبعاد هذه الزيارة؟ أولا، هي زيارة تأتي بعد زيارات متتالية للعاهل المغربي إلى هذه الدول. نعم. وتأتي أو البعد السياسي يحظى بالأولوية، فالمغرب يسعى إلى تعزيز دوره السياسي في إفريقيا من خلال مساهمته في حفظ السلم في عدد من البؤر الإفريقية المتوترة، بالإضافة إلى دور الوساطة التي قادها الملك محمد السادس في حل الأزمة المالية. الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية، حيث تحتضن عدد من الدول الإفريقية استثمارات مغربية مهمة، وترتكز الشراكة والتعاون مع هذه القارة على التنمية المستدامة. كما أن زيارة الملك تعد تدبيرا استراتيجيا للروابط الروحية والثقافية والتاريخية العريقة بين المغرب والقارة الإفريقية. صفية، دعينا نتحدث عن أبرز المحاور في جدول أعمال الزيارة. إذن جدول متنوع وغني، فجدول أعمال الزيارة الملكية يرتكز على تحقيق أهداف تنموية واقتصادية تتوخى تعزيز شراكات أعمق في المستقبل بين المغرب والبلدان الإفريقية الأربع. ومن المنتظر أن تحقق الزيارة الملكية نتائج في غاية الأهمية، لأنها تأتي بعد سلسلة من الزيارات المنتظمة التي قام بها الملك إلى هذه الدول. ويشير عدد من المحللين أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للاطلاع على المشاريع التي هي قيد الإنجاز والمشاريع المنجزة، وكذلك التوقيع على اتفاقية ثنائية جديدة تدعم قضايا التنمية البشرية وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه البلدان. صفية، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الزيارة، كما ذكرنا، هناك بعد روحي حاضر بقوة أيضا. بالفعل عبد الله، فالزيارة الملكية إلى إفريقيا منتظمة عبر أجندة سياسية واقتصادية كما ذكرنا محددة. البعد الروحي حاضر بقوة، فالمغرب يضع خبرته في مكافحة الخطاب الأصولي التكفيري في إفريقيا جنوب الصحراء عبر خطاب أسسه الوسطية والاعتدال. وقد أوضح عدد من الأكاديميين أن المغرب أبدى مهارة عالية في إدارة ملف التطرف الديني في البلاد، ونجح إلى حد بعيد في إعادة تنظيم الخطاب الديني ورسم حدود العلاقة بينه وبين السياسة، وهو ما يجعله قبلة لتكوين العديد من الأئمة ورجالات دين من دول مغاربية وأيضا إفريقية. طيب، ماذا عن أهم الملفات الأخرى التي أيضا ستتطرق لها هذه الزيارة؟ إذن بالدرجة الأولى، بعد الاقتصاد والسياسة والدين، هناك المجال الأمني عبد الله. فطبعا هناك الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب والتطرف في جنوب الصحراء، فضلا عن المشاورات التي ستجمع الملك محمد السادس برؤساء أفارقة حول التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي في إفريقيا ومعيقات النمو الاقتصادي والاجتماعي بالقارة السمراء. نكتفي بهذا القدر، عودة إلى عبد الله. شكرا لك يا صفية هيداني على كل هذه التوضيحات. شكرا.